وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى آخر أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. وتقدمها لنا فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا فكري. شكرا مصطفى مزار. وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وصلت محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لمتابعة سير العمل وانتظام أعمال توريد محصول القمح ب 39 موقعا تخزينيا للعام الحالي. يبلغ سعر القمح المحلي المورد بنسبة نقاوة 23.5 درجة 1500 جنيه للأرداب، فيما يصل سعر القمح بدرجة نقاوة 22.5 درجة لنحو 1450 جنيه للأرداب. ومن المستهدف توريد 450 ألف طن من القمح بالمحافظة في نهاية الموسم. ما شاء الله معدل التوريد ما شاء الله سريع جدا، عالي جدا ما شاء الله، يعني بيتراوح من 1500 ل 2000 طن في صومعة بالغمر لوحدها بس في اليوم. السعة التخزينية للصومعة هنا ما شاء الله 60,000 طن موزعة على 12 خلية، كل خلية 5,000 طن. ما شاء الله الصومعة ساهمت بشكل كبير جدا 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 في موضوع المحافظة على المخزون القمح. كان عندنا كده في الشوان الترابية ممكن يوصل الهدر بتاع القمح يوصل لحد 15% أو أكتر. مش بالنسبة لنا في الصومعة أي معلقات أو أي صعوبات في الصومعة، إحنا هنا بنجيب القمح بتاعنا بندخله بنخش على اللجنة بناخد الدرجة بتاعتنا. غلة نظيفة بناخد حقنا، غلة كده بتقل من الدرجة شوية، وفي خلال 48 ساعة الإجراءات هنا شغالة وبناخد فلوسنا بعد 48 ساعة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط. ارتفع خام برنت بنسبة 3.9% ليستقر عند 75 دولار و3 سنتات للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنسبة 4.1% ليبلغ نحو 71 دولار و34 سنت للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.85% لتصل إلى $2.32 سنت للتر. كذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.71% لتسجل نحو $2.14 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وزارة الفلاحة المغربية أنها تعمل على تعزيز سلاسل الإنتاج من خلال دعم أسعار البذور والأسمدة لخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع زراعة النباتات القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية في ظل أسوأ أزمة جفاف يعيشها المغرب منذ أكثر من 4 عقود. يأتي ذلك بعدما بلغت أسعار الخضروات والفواكه في الأسابيع القليلة الماضية مستويات قياسية ما أسهم في زيادة معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، ودفع الحكومة إلى تقليص صادرات بعض المنتجات لخفض أسعارها في السوق المحلية. اعتبر صندوق النقد الدولي أن تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية يمكن أن يقدم دفعة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي في القارة ويسهم في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ. ورأى تقرير جديد للصندوق أن إصلاح السياسات التجارية وتحسين تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة القائمة في أفريقيا يمكن أن يسهم في زيادة بعض التدفقات التجارية بين الدول الأفريقية بأكثر من 50%. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا الاستعراض الاقتصادي.